الأخبار، عاملين ايه؟ مين ما بيحبش المكرونة بشاميل؟ والنهاردة هعملها معاكم بطريقة حلوة بتطلع كريمي بجد خطيرة، انا متأكدة ان هي هتعجبكم. فيلا بينا نبدأ. اول حاجة هعصج اللحمة المفرومة. هجيب طاسة وحط فيها زيت وهنزل عليها بالبصل الأحمر مفروم، هقعد أقلبه كويس لحد لما يبقى لونه كده، بعدين هشيله على جنب وهنزل باللحمة المفرومة عشان تاخد لون ذهبي حلو كده. عايزه اقول لكم كمان، في المكرونه بشاميل ما بحبش اللحمه تبقى مفرومه فرم ناعم، وكمان الدسم بتاعها يبقى قليل زي ما انتم شايفين. حطيت البهارات، انا بحط ثوم مفروم، ورق لورا، حبهان، بهارات لحمه، وقرفه، وروزماري، بصل باودر، وثوم باودر، ملح، وفلفل اسود، وبس كده بقلبهم لحد ما اللحمه تستوي. وتاني خطوه هسلق المكرونه، وتالت خطوه البشاميل. حطيت قطعه زبده كبيره، سبتها تسيح شويه، وبعدين زودت عليهم 3 معالق كبار من الدقيق، وهقعد اقلبهم مع بعض عشان مفيش حاجه تكلكع. هقلبهم كويس، واول ما احس ان خلاص لونها بدا يغمق والدقيق استوى هنزل عليهم بلتر لبن، واول ما انزل باللبن وهو لسه بارد هحط عليهم معلقتين بشاميل جاهز وهقلبهم، وبعدين هزود عليهم ملح وفلفل اسود وجوز الطيب، هقلبهم لحد لما يبقوا بالقوام ده، وبعدين هروح احط علبة قشطة وهقلبهم، وهزود عليهم معلقتين كبار من جبنة كوبايات بتديلها طعم حلو قوي. وبكده البشاميل اللي بقى عندي جاهز، وما تنسوش ان انا بحط جبنة رومي بين الطبقات كلها. ويلا بينا نطبق كل حاجة على بعض، وبالهنا والشفا.